المهم كنشكروا زي سيتي بوان نت الموقع الالكتروني المحلي. احنا كنتواجدوا في الجرده الحديقه العموميه اللي كتواجد في وسط المدينه اللي معروفه بحديقه ديال الحمام، مع ان غياب ديال الاخ سعيد نيلي حقيقه هو اللي كيتكلف هذا الحمام، هو اللي كيتكلف هذه الحديقه هذه، هو اللي كيوكل هذا الحمام هذا، وفي اثر الغياب ديالو لظروف خاصه ارتأيت انني نشد المكان ديالو ونقوم بالواجب، حتى انا كمواطن ولد المدينه وعندي غير على هذه المدينه هذه وعلى هذه الحديقه العموميه وعلى هذا الحمام، هذا الحمام الجميل اللي عطى واحد الرونق وواحد الجماليه لهذه الحديقه ولهذه المدينه. ارتأيت انني تانا نقوم بواحد البادره انني نوفر الاكل ديالو، والحمد لله صراحه هذه المدينه هذه عندها غيورين عليها اللي كيقوموا بمجهودات مضاعفه من اجل بقاء المدينه في الصداره، من اجل تواجد المدينه في الاماكن ولا في المكان اللي كنلتقيوا انها تكون. ومن المنبر كنشكر الاخ سعيد اللي قيم مجهود كبير، نيلي اللي قيم مجهود كبير في هذه الحديقه العموميه اللي متواجده في وسط المدينه بالعنايه ديالو بالحديقه، العنايه ديالو بالحمام. وكنشكر زيو سيتي بوان نت، وكنتمنى ان هذه المبادره هذه يقوم بها مجموعه ديال الشباب اللي متواجدين في المدينه، مجموعه ديال المواطنين اللي كيسكنوا وكيجيو يستغلوا الفضاء ديال هذه الحديقه هذه. وبالمناسبه على سبيل الذكر، هذا الحمام اللي متواجد هنا في الحديقه العموميه عنده توقيت ديال الاكل ديالو اللي انتظم عليه من طرف سعيد نيلي اللي كيعتني به، انه عنده وجبه في الصباح ووجبه في العصر، يعني جوج وجبات في اليوم. وكما قلت سابقا انه هو كيتكلف بمصاريف، يعني ماديا يعني بالمصاريف الخاصه ديالو كيتكلف يعني ماديا بالعنايه بهذا الحمام هذا. وكنشكروه يعني جزيل الشكر، وتحيه زيو سيتي بوان نت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مازال ديك الميكا وروح. Thank you.